يا معلم. سعيدي حد عايز يقول كلمه فشل ترف النهارده يعني ربنا يستر ترف ربنا يستر استعداد يعني من مبكرا نقول ان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله اهداف الصوره فيها ايه عشان مش عارف اصورها هي خاصه بالكرامه الحريه العداله الاجتماعيه حد ادنى للاجور 1500 جنيه يعني انتوا جمعتوا فيها كل كل حاجه تبع لا نازلين باسم مصر من اول السطر كرامه حريه بس مصر اولا لا وحضرتك تبع ايه بالظبط فيسبوك شبكه تلقين الاخباريه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بص هو حضرتك طبعا احنا نقعد بالنادي بمحاكمه مبارك ايوه ماشي وعاوزين حد اجنى للاجور مليون ونص للانسان المصري ماشي وعاوزين لما يجي بقى 70 مليون بتوع مبارك لا بص والشعب بيريد عروسه لكل شاب عاوزين عروسه لكل شاب شكلك مش متجوز عايز تتجوز لا عمرك قلت مرتين قبل كده وقال جوزة مرتين قبل كده بس برضه مفيش مانع يعني ان احنا نجيب بقى ايه اهم حاجه عروسه لكل شاب. ايوه طرفه حلوه ماشي واحنا مش طماعين يعني. لو عربيه بحمار مفيش مشكله يعني. لا احنا مش طماعين ان شاء الله حتى يدونا شقه 500 اوضه كل المطالب يعني احنا بنقول دلوقتي يعني ايه فقره ترفيهيه من الشباب يعني دي الليله الكبيره دي حاجه بسيطه يعني الليله الكبيره يا عمده والعالم كتيره مليل الشوارع يابا يا رب يطول والنادي شكرا اهم حضرتك اهم حاجه بس تركز على عروسه لكل شاب وشقه 500 اوضه وصاله ايوه بس هو 3000 متر بس أربعة لكل شاب نمشي شرعي بس مفيش واحد لحد دلوقتي أربعة لكل شاب هتفك بيني وبينك هتفك الأزمة بتاعت بالظبط كده بالظبط كده هتفك أزمة العنوسة لأن كده كده أساسا البنات قاعدة في البيوت ما بتتجوزش فأنا إن شاء الله ربنا يسهل نساعد في جواز البنات إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء انتوا جايين بدري النهارده ولا ايه الموضوع؟ لسه الجمعه ما بداتش، النهارده الخميس. احنا جايين نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بتستعد يعني ان شاء الله. الموضوع اللي حصل والاحكام اللي حصلت دي محتاجه كل واحد فينا. ايوه. لازم نعمل حاجه. لازم البلد تتحسن وتتطور احسن من كده. والمعنى ان احنا ساعتنا حسن مبارك يبقى كده الثوره خلصت. ايوه لسه. الثوره لسه ما خلصتش. مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهدف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت. ايه عايز تقول حاجه؟ قول يا رب قول يا رب قول يا رب قول يا رب قول يا رب